طيب الله أوقاتكم بالخير والمحبة مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج جولة مراسل. الجولة اليوم استقرت على خشبة المسرح، وذلك العالم الذي يعكس واقع الحياة لكن بمنحنى مختلف، وهو شخص لم يمنعه العوق وعكازتيه من أن يخطو نحو جمال الروح وجمال الصورة وجمال روح المسرح التي يصبو إليها. اليوم ضيفنا فنان منذ عام 1970 ولحد هذه اللحظة هو مستمر بعطائه الفني على المسرح رغم أنه ظلم كثيرا من قبل الإعلام. ابقوا ويانا وخلونا مع الجميل الفنان قاسم يونس عزيز. أهلا بك سيد قاسم. أهلا وسهلا ومرحبا يا هلا. شلونك حبيبي؟ الحمد لله. أهلا، سعيدين بلقائنا. تسلم، الله يخليك ويسلمك. كان المفترض يكون لقائنا قبل فترة طويلة لكن الظروف وكورونا وغيرها. بلي صحيح تمام. أبو حمودي حبيبي، نعم، البداية منين؟ البداية عام 1972 أول ما بدأ تأسيس الاتحاد العام للشباب العراق، أنا كنت طلائع صغير فبديت أمارس المسرح، وثم بدأت عادن اتحاد الوطني لطلبة العراق، وثم مسرح العمالي، وثم اتحاد النساء وفرق أهلية، واستمريت على طيلة العمل أمثل، وبعدين قمت أمارس الكتابة وألفت مسرحيات عديدة. كتبت يعني أول عمل مسرح اشتغلت شنو؟ أول عمل مسرح اسمه الصمود، قضية فلسطينية، رجل يبحث عن ابنه المفقود، تراجيدي. نعم واستمرت بالكتابة وبالمسرح، وثم شاركت مهرجانات عديدة خارج المحافظة ونلت على جوائز عديدة إلى درجة. يعني قلت عندك مؤلفات؟ نعم. مسلسلات أو مسرحيات؟ أنا عندي مؤلفات مسرحية عديدة، وعندي تلفزيونية مكتوبة، مسلسلات تلفزيونية. وأكتب برامج إذاعية. برامج إذاعية؟ نعم. يعني مثل مسلسل إذاعي تكتب له؟ لا، أكتب بس برنامج إعداد مجرد كوميدي أو تراجيدي. زين، حبك للمسرح منين إجا؟ وهذا الشغف والتولع بالمسرح رغم يعني أنت من ذوي الهمم، خلي نقول، ومن الصعب أنه المخرجين أو الفنانين أنه يتعاملون معك بالمسرح. أنا كنت أقلد الممثلين اللي أشوفهم بالتلفزيون، فكنت أقلدهم دائما، وشفت نفسي عندي طاقة بأن أنا أمثل موهد. أمثل ثم استمر هذا التمثيل إلى حد اليوم، يومنا هذا. مثلت وثم قدمت وكتبت، وحاليا دا أخرج عمل. أنا عندي فرقة مسرحية في كركوك اسمها فرقة ذوي الاحتياجات الخاصة، تابعة لدائرة ذوي الاحتياجات الخاصة، كلهم ممثلين مبدعين إلى درجة. آخر عمل قدمته اسمه البحث عن الحقيقة، نال استحسان الجمهور إلى درجة وله صوت، وإن شاء الله عندنا مهرجان قادم في أربيل راح يقدم هذا العمل في أربيل. نفس العمل راح تقدمه بأربيل؟ نعم إن شاء الله. شاركتوا بمهرجانات غير كركوك؟ نعم. شاركنا في مهرجان بغداد، وشاركت في مهرجان شاخ في السليمانية، وقدمنا مشاركتنا في السليمانية، نلت على الدرجة الثانية، وفي بغداد الدرجة الثانية وثم الدرجة الأولى. جميل، كل التوفيق. نعم. الفرقة شلون يتعاملون وياك وأعضائها؟ والله هم كلهم ناس ذوي احتياجات خاصة، معاقين، يمشون على عرباين أو على عكازات. تصور أنت بطلة العمل اللي أنا قدمته ضريرة، ما تشوف ضريرة، وبطل العمل اللي وياه الثنائي رجل أخرس ما يسمع، لكن اجتازيت عن سجلت المسرحية بصوت وقدمت، ونالوا استحسان الجمهور إلى درجة، ونلنا شهادات وتكريم إلى كل التوفيق. زين، أنت كمخرج بهذا البحث عن الحقيقة؟ نعم، مخرج. وممثل همين. وتأليف؟ تأليفك وإخراجك وتمثيلك؟ تمثيلي، نعم. أستاذ قاسم، يعني صعوبة التعامل ويا ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل البنية البطلة كانت مثل ما ذكرت ضريرة، والممثل بنات اثنين العربين ديسلون دي نعم. لكن أستاذ حبهم وتعلقهم بالفن إلى درجة، يعني تصور
يعني يريدون البروفا مستمرة، يريدون العرض مستمر، يريدون يعني يومي من نشوف عبالك ما متشافين فترة طويلة، وهالمحبة المحكة والحوار الجميل والشقة والهذا، هم هسه متآلفين فرقة واحدة في كركوك اسمها فرقة ذوي الاحتياجات الخاصة. زين، أنت على هذا المدى البعيد أكثر من فرقة أسست تقريبا؟ أنا أسست فرقة للشباب، وفرقة للاتحاد الوطني لطلبة العراق، وفرقة اتحاد العاملين نساء العراق، ومسرح العمالي، وفرق أهلية عديدة عن طريق المنظمات والأحزاب. اللي اشتغلوا وياك وينهم الشباب اليوم؟ يعني أصحاء وكلهم من ذوي؟ لا، راحوا بعضهم كليات دخلوا، بعضهم خارج العراق، بعضهم سافروا. استمروا بمجال الفن؟ اي نعم، مستمروا بالإعلام يعني. نعم. زين أستاذ قاسم، الفكرة منين تجيك حتى تكتب النص المسرحي؟ يعني من معاناتك، من معاناة زملائك، أصدقائك، لو أنه من وحي الخيال؟ لا، هو مثلا حضرتك تقول لي مثلا باكر أريد عمل على المستوى، يعني تآخي الموجود في محافظة كركوك، المحبة هاي اللي تربطها الأكراد والعرب والتركمان والمسيح، تقول لي انطيني فد عمل، أنا أنسجد لك الفكرة وأكتب لك إياها، وإضافة إلى بعض الأصدقاء ندانش، فرأسة نبني الفكرة ونعمل دائما، ومو شرط هالفكرة، أي فكرة كانت، أي فكرة كانت، يعني إحنا خلال يومين ثلاثة كاتبينها ومحضرينها. تشوف نفسك مظلوم إعلاميا؟ نعم، أنا مظلوم إلى درجة، مظلوم، وكل جمهور كركوك يعرف قاسم من ذوي احتياجات الخاصة وبالأكازات، ويشوفون العمل وعلى المسرح، ويعني مسرحيات عديدة، لكن لا في اليد حيلة. إن شاء الله إن شاء الله تشتهر والله، يعني تأخذ استحقاقك من النجومية وتمشي أعمالك. بالنسبة للتأليف، نعم، فاتحت جهة معينة؟ أنا هسه عندي عمل مسلسل تلفزيوني اسمه الضياع، قدمته للشبكة العراقية، شبكة الإعلام العراقية. نعم، عراقية. فبعد لحد هسه مو بس أني، عدة الشخصيات قدموا نصوص هاي العمل، لكن لحد هسه ما مبلغيننا، بس بلغونا بأن راح يسري العمل، والله إن شاء الله نشوف عادينا. فالعمل 30 حلقة، كل حلقة نصف ساعة، وعمل جميل جدا إلى درجة يخدم الشعب العراقي، شون اضطهد، شون شاف المأساة، شون شاف الحزن، وإن شاء الله ينال الجمهور. هذا بالنسبة للتلفزيون. نعم. والمسرح عندك أفكار جديدة أو مسرحيات؟ هسه حاليا مستمرين بكتابة أوبريت اسمها تسكن العيون. تسكن العيون استاذ هي الأرض. نعم. فعبارة عن نخلة وشجرة جوز، وبالوسطى الكنز. فهي تتحدث من زمن المتنبي والخنساء لحد معسكر سبايكر، اللي هو أنا أبو شخص راح ابني بعد ما رجع، فيدور الحوار عن بحث عن ابني اللي راح اللي ما يرجع، وإن شاء الله هذا الأوبريت يعني ينال استحسان الجمهور. الأوبريت يحتاج توزيع موسيقي، نعم نعم، أغاني، نعم تمثيل، إحنا جهد. إحنا لازم نسجل أول شيء الأصوات كلها مع الخنساء والمتنبي، وعندنا أصوات المجموعة الموجودة عن الراوي أو الراوي أو نهر دجلة ودوري، نسجله بالبداية، ورا ما نسجله هذول الأشخاص يروحون يستمعون عدة مرات، إحنا بس نقوم بالحركات، والحركات ذول الاحتياجات الخاصة تعرف هي حركة صعبة، لكن لازم نستطيع. أنا صعدت على المسرح امرأة ضرورة، فتاة يعني ضريرة ما تشوف، صعدت مسرح، صعدت ومثلت وجسدت ولا أحد حس، والشخص البطل الثاني رجل أخرس ما يسمع ولا يتكلم، لكن عن خلال الصوت، من خلال بالإشارة بالمسرح نعطيه شلون يطلعوا، والحمد لله مشي الأمور، وإن شاء الله الأوبريت هذا جميل جدا جدا جدا. إن شاء الله نحضر الأوبريت. ربي، يعني هذا جهد جبار على المسرح أنت تسوي، إنه البنية ما تقدر توصف لها بالحركة لكنه بالصوت، والشخص الضرير اللي ما يسمع بالإشارة. أستاذ، أنا أريد بس أقول لك فد كلمة أو صيغة، يعني أنا أريد أثبت للوجود بأن الأشخاص الذوي الاحتياجات الخاصة
يمكن عندهم عطاء أكثر من الأصحياء، أصحاب قدرات، موسيقى، تشكيلي، مسرحي، شاعر، مقلد، يعني بكل حاجة. أنا أول فرقة مسرحية في كركوكوا في العراق تحتوي ذوي الاحتياجات الخاصة، واللي عددهم 20 فرد، 10 نساء و10 رجال. نعم. منو تأثرت بالفنانين؟ يعني بالعراقيين؟ العراقيين، عربيين. أنا بالنسبة أنا متأثر بحيدر منعثر، الممثل العراقي وصديق، وأستاذ قاسم ملاك، وأستاذ خليل إبراهيم. أما الصيغة العربية، أنا متأثر إلى درجة بعمر الحريري وعمر الشريف. نعم. عبد السلام النابلسي ما والله أنا ما يعطيك شبه يعني. والله أقرباء؟ لا، هي مو شغلتي شغلت كوميديا. أنا ما تجي دعم الكوميديا، دعم التراجيدي، دعم هالشكل. إيه والله. يعني عبد السلام النابلسي كشخصية كوميدية؟ كلش أحبه، كلش أعتز به. أعتز به اعتزاز خاص، هو الفنان محمد عوض وعادل إمام وأكون. لكن أنت خطك تراجيدي بعيد عنه. إيه، لكن في بعض مرات أستاذ بحاجة إلى كوميديا، لازم نكتب كوميديا حتى نرسمها على المسرح. جميل. المطربين من المتأثر؟ مفضل المطرب الأول عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ أبد. قارئة الفنجان ماكو ولا يجي غيره أبد. أبد ماكو؟ أبد. لا، كاظم الساهر طبعاً. هذا داخل القلب. إيه. بس أنت اعتزازك بعبد الحليم؟ كلش كلش كلش. قلت أنت تقلد فنانين، تقلد منه؟ يعني مثلاً شون يعني؟ يعني تقلد إنه فد شخصية. والله هي قضية شخصيات هواية. مثلاً عندك ممثل أكو قديم بالخمسينات، رضا الشاطئي. أقول لك أولادي انت جا ما تمشي ما معقولة، يعني على هالنمط. عدنا مع ضيفنا الفنان الجميل قاسم يونس عزيز. استاذ قاسم مرحبا بك مرة اخرى. حبيبي حياتي، اهلا وسهلا ومرحبا. استاذ قاسم، هاي المسيرة الفنية اللي من السبعينات لحد 2020 وهسه احنا ب 21. نعم. اخر عمل قلت اللي هو كان البحث عن الحقيقة. البحث عن الحقيقة. هاي المسيرة تكللت بنجاح، احد كرمك، احد شاف قاسم يونس صاحب الاحتياجات الخاصة انه قال يابا هذا الرجل يستحق فتشي، سواء بذاك الزمن او بهذا؟ لا، بذاك الزمن انا قدمت عمل 1983، كرمني السيد المحافظ اللي كان اسمه ياسر حسن سلطان، انطاني بيت محافظ كركوك. إيه، لان انا طلعت اول على المنطقه الشماليه. كان العمل مهرجان منطقه الشماليه، والمسرحيه مالتي اسمها كانت طير ولكن. طير ولكن. نعم. زين، انت هسه راح تستمر يعني، ما راح تترك؟ ماكو، لا مستمر، سواء كتابه او اخراج أو ابد ابد، ما هاي شغله منتهين منها. نعم. المطالب اللي عندك اللي تريد توجهها لكل شخص او كل مسؤول او يشوف التفاصيل؟ انا اتمنى يراعون الفنان، يراعون شخص الفنان، لكن ماكو مراعاة. واني ما اقول لك بس يراعون الفنانين الاصحياء، لا، حتى من ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني يا ريت يصير مهرجان قطري عراقي عن ممثلين من ذوي الاحتياجات الخاصه، يشوفون الابداعات اللي عندهم والعطاء اللي عندهم والاصوات اللي عندهم والاعمال اللي يقوم بها، ان كان عزف او تشكيلي او خطاط او ادبي. نعم. جميل. لكن احنا مثل ما اقول هسه خارج نطاق الخدمه. خارج. نعم نعم نعم. ليش؟ نعم. يعني خارج نطاق؟ لان ماكو واحد يراعينا، ماكو، حتى هسه ماكو عمل يجي مثلا واحد يكرمك فلان او انطاك فتشي، او باستثناء ضيوف وزارة الثقافة. لا، لحد هسه ماكو، ما كرمت اي واحد من عندنا، حتى ما شجعتكم او قدمت. لا لا لا، هسه احنا بدنا نتابع اخبار الفنية اللي موجودة بالعراق والمسرحيات، ولهم منقطعة، لكن احنا نمشي بمسيرتنا في المحافظة. جميل. نعم. بحمودي، الطفل يعني له حصة بعملكم؟ الطفل نعم. عندنا اطفال 3. نعم، الطفل اطفال، ومحضر لهم عمل اسمه البستان.
هذا يتحدث عن نخلة وشجرة جوز وثلاث وردات، واللي إرهابي اللي يقتل الوردات هو جرادة، وإن شاء الله بستان الأحلام راح يكون بستان أحلام حقيقي. زين، هذا العمل يعني أنه تلبسهم دمى أو جرادة؟ لا لا، نلبسهم دمى ونلبسهم أجنحة ونلبسهم شكل وردة، فراح نشارك به بشهر 9 في مهرجان الطفل العالمي. زين، هاي التفاصيل ما تحتاج إنتاج، إمكانية، فلوس؟ وإحنا كل الدعم من عندنا، كل الدعم من عندنا، إحنا ماكو واحد لحد هسه يدعمنا، حتى لو المنظمة إذا في تدعمك أو الحزب أو الدائرة المعينة ما تدعمك ذاك الدعم، لكن إحنا من مجهود الخاص، مجهود الخاص ونقوم بالعمل. كلمة أخيرة لجمهورك وللناس اللي تشوفك. أنا أقول لكل جمهوري وأحبتي وأصدقائي وكل من يحب المسرح، المسرح هو الحياة، المسرح هو المنبع، المسرح هو الشخصية الحقيقية في هذه الحياة، وإذا ما صعدت على المسرح ما راح تحكي الحقيقة، والحقيقة هي دائما موجودة في قلب كل فنان في هذا الوطن. شكرا لك، سعيدين بلقائك. تسلم. سعيدين بلقائك، كل التوفيق إن شاء الله. أشكرك جدا. كما يقال، أعطني خبزا أعطيك مسرحا. هذا الرجل الذي ضحى كثيرا من أجل المسرح وحبه للمسرح من أجل إيصال رسالة توعوية ورسالة إلى كل المجتمع، لأن المسرح من هذا الستيج وهذه الخشبة والممثلين والموسيقى وكل ما يرتبط بفن بالمسرح هو رسالة يؤديها الفنان ليغير واقع المجتمع. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من جولة مراسل، نلتقيكم بحلقات أخرى، إلى اللقاء.